عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكملين كلام في السيستم، والنهاردة هناخد إن شاء الله الفيتشر فيزابيليتي. دي يا جماعة فيتشر بتكون موجودة عندك على الفورتيجيت، في حاجات منها بتكون شغالة متفعلة، وفي حاجات منها بتكون مش متفعلة. هو بيفعل لك حاجات اللي هي ايه، معظم الحاجات اللي انت بتحتاجها في الشغل عندك. طبعا في حاجات مقفولة زي الاي بي فيرجن 6 والانتي سبام فلتر، وهتلاقي فيتشرز كتير عندك مقفولة. حضرتك تقدر تفتح اي حاجة انت عاوزها، يعني مثلا لو جيت على الفي بي ان، هي دلوقتي مفتوحة. لو انا قفلت الفي بي ان كده وقلت له ابلاي، هلاقي ان اي حاجة خاصة بالفي بي ان مش موجودة عندي في التبات اللي موجودة على الشمال ديت. طيب ايه سبب ان الفيتشرز عندي مقفولة؟ لان هو مش عايز يفتح لك كل حاجة، لان ده بيكون لود وعلى البروسيسور والرام اللي عندك في الفورتيجيت. تمام، وانت كمان حاول تخف الحمل على الرامات والبروسيسور من خلال انك تفعل الحاجات دي. كل ما هتزود الفيتشرز كل ما هتزود حمل على البروسيسور والبرفورمانس عندك في الفورتيجيت. تمام، انا دلوقتي فصلت الفي بي ان، مفيش عندي على الشمال حاليا اي حاجة خاصة بالفي بي ان. تمام، فانا دلوقتي هفعل الفي بي ان زي ما كانت. ادي الفي بي ان ظهر معايا. لو لاحظت هتلاقي في عندك بيزك فيتشرز، ده زي الادفانسد راوتينج. لو عايز تفعل الادفانسد راوتينج، لو انت هتستخدم الراوتينج بروتوكول، يعني هتستخدم ريب او اس بي اف او اي اس جي ار بي او بي جي بي او اي حاجه من الراوتينج بروتوكول، سيب الاوبشن ده متفعل معاك. لو مش هتستخدمه يفضل انك تقفله، علشان زي ما اتفقنا ان ده طالما مش هستخدمه يبقى اخف حمل من على الرامات والبروسيسور عندي. لو جيت دخلت على اد نتورك مش هتلاقي الحاجات الخاصه بالراوتينج تيبل موجوده معاك. يعني لو جينا هنا نتورك، بص مفيش عندي اي حاجة خاصة بالروتينج تيبل، هو واقف عند الاستاتيك روت وبس. تمام، طيب في عندك هنا بيقول لك الانتي سبام فلتر. لو عايز تشغل الانتي سبام فلتر يفلتر الحاجات الخاص اللي هي سبام، زي الميل والميلات اللي هي بتبقى مزعجة. في ميل الهاكر بيبعتهولك عبارة عن URL بس في صيغة ميل، على صيغة بيزنس، يعني ميل مبعوت أكنك في حد معاك في الشركة بعت لك ميل وخاص بالبيزنس بتاعك. فأنت هتخش على ال URL ده تفتحه، هتلاقي حاجات بعيدة عن البيزنس خالص، وحاجات ايه بتعمل لك بقى مشاكل وحاجات عندك في النتورك. تمام، مشاكل في النتورك. يعني الانتي فيروس طبعا ده ما ينفعش اقفله، عشان الفيروسات اللي ممكن تجي لي من بره، فده حماية ليا. الابليكيشن كنترول ده برضو مهم جدا، علشان خاطر لسه هنستخدم الابليكيشن كنترول والويب فلتر في اننا نتحكم في اليوزر والترافيك بتاعه. الدي ال بي سيبه ما تفعلهوش، لو هتستخدمه فعله، بس انا شايف ان هو مش هيكون مهم اوي. هو الدي ان اس فلتر، الاند بوينت كنترول ده لو عايز تتحكم في الاند بوينت او اليوزر اللي عندك في اللين. تمام، الاكسبليسيت بروكسي ده لو انت هتستخدم البروكسي فعله، لو مش هتستخدمه خليه مقفول. الانتروجن بريفنشن اللي هو الاي بي اس، طبعا ده زي ما اتفقنا ان ده النيكست او الخطوة التانية لتأمين الشبكة عندك. تمام، او النيكست سكيورتي في النتورك بتاعتك. تمام، هنا الويب ابليكيشن فاير وول لو عايز تشغله هيظهر معاك في البوليسي الاوبشن دوت، لو مش عايز خلاص براحتك يعني زي ما تحب. الويب فلتر نفس الكلام. هنا عندك الادفانسد اند بوينت كنترول، يعني معظم حاجات كده هتلاقي ان هي ملهاش لازمه، زي الدي ان اس داتابيز ده لو فعلته مش هيفيدني بحاجه، فليه افعله؟ الدومين اند اي بي ريبيوتيشن برضو نفس الكلام. يعني حاجات، بص في حاجات كده ايه
بيحطوا الفيتشرز ديت عشان في معظم الشركات ممكن تحتاج حاجات زي الفويب لو انت شغال في فويس اوفر اي بي، تمام؟ ففي حاجات انت ممكن في شركتك تكون مش ملهاش لازمة ان انت تفعل الاوبشن ده عندك، وفي حاجات هتحتاجها زي الترافيك شيبينج، زي الثريت ويت تراكينج، تمام؟ تتتبع اللي هي التهديدات اللي بتحصل عندك في النتورك لو انت شغال السيل في بين او من الاوبشن دوت، تمام؟ ده كان الغرض من الفيتشرز فيزيبيليتي. دي مجموعة فيتشرز انت بتكستمها على حسب الشركة اللي انت شغال فيها او على حسب البيزنس اللي انت قاعد فيه هو محتاج ايه بالظبط، تمام؟ فزي ما اتفقنا كل ما هزود الفيتشرز كل ما هزود لود على البرفورمانس عندي. يعني لو جيت في الستيتس هتلاقي في عندك السي بي يو والميموري، السي بي يو دلوقتي 0 والميموري 52%. فكل ما هتزود فيتشرز كل ما هتزود لود على الرامات عندك، والحمل هيكون ايه تقيل على الفورتيجيت. فانت حاول على قد ما تقدر تخفف الدنيا وتستخدم الحاجات اللي انت محتاجها عندك في النتورك. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة، واشوفكم الدرس الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.